صباح الخير لكم مشاهدينا. بدي أذكركم فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج فيسبوك تويتر وإنستغرام. قد ايه مهم نضوي على اللغة الأدبية وعلى اللغة العربية الأم يلي من خلالها ممكن نوصل لأذهان وقلوب الناس، خاصة إذا كانت باللغة المحكية البسيطة وإذا كان سهل ممتنع. يعني قد ايه اليوم القصيدة بتلعب دور حتى ترجع يمكن ترجعنا بالذكريات أو ترجع تبلسم يمكن الأوقات يلي كانت صعبة علينا. بتجي القصيدة حتى ترجع تاخدنا بالذكريات وتاخدنا بالأحلام وتوعي فينا الذكرى. احكي اكثر اليوم عن قصيده حملت عنوان او عن ديوان عفوا حمل عنوان غجريه على شفتي قصيده للشاعره سناء شجاع اللي مجازه باللغه العربيه وادبها. صباح الخير. صباح الخير. يا هلا فيك. اهلا فيكم. صباح الخير لاسره احلى صباح لكل المستمعين. اهلا وسهلا. هيدا مولودك الاول. نعم. اول كتاب لك. نعم. وتم توقيعه من فتره قصيره بمعرض البيال. صحيح. ما قبل كتابه الشعر انغمستي بالنشاط الثقافي الاجتماعي التربوي والتعليم بالاضافه للتخصص التعليم المتخصص يعني باللغه العربيه وادبها. هيدا الكم من اصدار، يعني اذا بدي احكي الاصدارات اللي موجوده، خاصه ما بدي احكي عن ديوان شعري، بعد بعرف قد ايه اليوم هيدا الشيء بيعني لك كثير، وبالنسبه للاديب اليوم وللشاعر كيف بتقري هيدي المشهديه وكيف بتقدري تعبري عنها؟ الكتابه بتستلزم وقت دائما، والانخراط بالشان الاجتماعي ساعدني انه انا اقرا المجتمع بكل جوانبه، وبيكون هيدا التعبير عن المشاهد الاجتماعيه اللي كتبتها أنا بالقصيدة في الكتاب ديوان. نعم. غجرية. يعني عم بحكي عن هيدا الكم الثقافي اللي. نعم. حضرتك متمتازة فيه ما قبل ما تكتب ديوان شعري، هل هو يعني أساس وركيزة أساسية حتى الشاعر يقدر ينقل أفكاره وتطلعاته طبعاً من خلال كل يعني كلمات وتعابير؟ نعم. بتقدر تستهوي القارئ؟ كل عمل يعني يستوجب الثقافة كلاً، لأن الموهبة بلا ثقافة وبلا اطلاع علمي يأتي العمل ناقصاً، يعني صح الكلام. نعم. نعم. بالإضافة طبعاً للموهبة وللحس المرهف، نحن بنعرف الفنان من أهم مميزاته الحس المرهف برؤية الأمور وتناولها يعني. نعم. طيب شو اللي أخذك على الكتابة على هذا العالم تحديداً؟ من وين كانت الانطلاقة والبداية؟ يمكن أنا صورت العالم المجتمع والمشاهد الحياة من دون آلة تصوير، كانت الكلمة هي آلة التصوير. نعم. شو صورتي بهذا الديوان؟ شو نقلتي لنا؟ نعم، صورت مشاهد اجتماعية وذات الإنسان، صورت علاقة البنت مع أمها بقصيدة لا تتزوج رساما، صورت الحب، العلاقة بين المرأة والرجل، وتطرقت لموضوع الغيرة في حينا امرأة تغار من قصيدة من جريدة. حكيت عن بيروت، بيروت جميلة يوم لبست الحداد، حبيت اكتب عن بيروت الجميلة والحضارات او المراحل اللي الثقافية والحلوة اللي مرت فيها. فهذا الكتاب سميته هو الغجرية لانه هو الاختلاف، وغجرية على شفة قصيدة. القصيدة ليش حبيتي توصفي المرأة او ترسمي المرأة بصورة الغجرية؟ لانه الغجريه امراه جميله، انثى بكل معنى الكلمه، والمراه هي انثى بكل معنى الكلمه. نعم. هو الكتاب موجه تحديدا لكافه النساء، يعني انثى وللنساء وللرجال وللامهات وللعجزه. نعم. لكل من امتلك يعني قلبا وفكرا. اذا بتطلع ببدايه الكتاب الاهداء بتقولي ما بعرف اذا الاهداء راح يكون لوالدي يلي هو سندني ودعمني، او لوالدتي اللي هي اساس كمان بدعمي والوقوف الى جانبي، يعني محتاره ما بين والدك وما بين امك، الاهداء لمين اليوم بتهدي؟ بهالاحتيار ما بين اثنين؟ الاهداء طبعا يبدا من الاهل، لان هن الاهل سبب الوجود وهن الداعم، هم من ثقف وحضن يعني، ووصلوني لنتيجه اني انا اوجد نفسي بالكتابه لاهداء، لكانت الكلمه الاخيره بالاهداء الى يدي. فاليد هي حياة، الله منحنا الحياة
ونحن كملنا الحياة بثقافتنا وبتفاعلنا مع ذاتنا ومع الآخرين. فكان الإهداء إلى يدي التي عبرت مراحل يعني كثير من الحياة وحبت توقع مراحل عمرها بغجرية على شفة القصيدة. نعم. بتقول الدكتورة ليلى أبو شقرة بتقديمها للكتاب: بين جرأة الشعور وشجاعة الحرف رحلة في حيز من قضاء سناء شجاع. شو المقصود منها؟ بين جرأة الشعور، بين جرأة الشعور وشجاعة الحرف. وشجاعة الحرف، لأنه طبعا الحرف يعني يحتاج إلى الشجاعة ليكون. بمختصر يعني ما فينا نحن نكتب ونحن ضمن تابو معين، فيحتاج الحرف إلى الجرأة. اليوم هيدا الديوان جريء، فينا نعتبره معتدل. يعني في بين السطور طبعا في ومضات تحث الإنسان على معرفة نفسه أكثر. خبريني أكثر، يعني كيف قدرت اليوم تساعدي الشخص يقدر يعرف نفسه أكثر من خلال دواوين شعرية وقصائد كتبتيها ورسمتيها على طريقتك؟ من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ بيقدر الواحد يلاقي حاله أو يشجع حاله مثل ما أنت قلتي. نعم. يعني الإنسان بيقدر يلاقي نفسه من خلال هذه القصائد، كيف؟ لأنه نحن منفتش على الزوايا الإنسانية الموجودة داخل كل إنسان يعني، ومنكتب عنها يعني نزيح الستار عن هذه الأمور لتتجلى بأبهى صورها، بأصدق صورها وبأبهى صورها. نعم. نعم. وهذا الأمر يعني تجلى بعدة قصائد، منها قصيدة لا تكتبي بعد حبا، منها قصيدة نزار حبيبي، منها قصيدة لا تتزوجي رساما، بين قبلة وقبلة. يعني في طبعا يعني المواضيع لافتة بتتعنون بإزاحة الستار عن أمور تعودنا نلتزم فيها لربما. عن أي موضوع تابو في اليوم أحكي عنه وكتار من الناس يمكن يخافوا أو ما عندهم الجرأة والشجاعة يحكوا فيه على علن إزاحة الستار عنه؟ في حين امرأة تغار، الغيرة مثلا، تغار من مصافحة جريدة، فهل الرجل هو من يحث المرأة على الغيرة، من يفتعل أمرا ما لتغار، أم المرأة بالفطرة هي تغار مثلا؟ الإنسان يقدر يكتب ما قبل الكتابة بده يكون ملم جدا بعالم القراءة وعنده شغف لهذا العالم. مين استهواك من الكتاب وانجذبتي له وتأثرتي بكتاباته وانطبع هذا الشيء بديوانك؟ قراءات كثيرة، لربما نصف القصيدة هي الإلقاء، فخلال مشاهداتي واستماعي لكثير من الشعراء تأثرت بالقراءة الشعرية وبالكتابة الشعرية ووجدت سبيل لإلي. يمكن هذا الشيء ابتدى مع دراستي بداية مراحل الدراسة. نعم. تأثرت باللغة العربية وحبيتها واستمريت فيها. وبتذكر أول مقطع كتبته بحياتي: من قال إني الغائب، من قال إني الغائب في دنيا الوجود، يمكن نسيتها بس بالأخير بقول بهيدا المجموعة أو الكم بيت، بقول من قال إني الغائب وأنا الموجود. نعم. نعم. فإذا الإنسان دايما بيسعى ليحقق حاله، ما بيكفي يحقق حاله بالعمل، لازم يحقق هيدا الجانب الخفي الموجود بداخله، وكان هيدا الكتاب تعبيرا عن هيدا. نعم. الموضوع. كم فصل ضمنت ديوانك وكم قصيدة بيحمل كل فصل؟ كم فصل؟ في 4 فصول. نعم. نعم. وكم قصيدة بكل فصل؟ فصل يعني بين 10 و15 قصيدة. نعم. تتنوع بين قصائد طويلة وقصائد قصيرة. لفتتني قصيدة بتحمل عنوان أمي ليست بشاعرة. خبرينا أكثر، شو هيدي العلاقة ما بين الشاعر وبين الأمهات؟ وشو العلاقة اللي بتربطك بأمك؟ أمي ليست بشاعرة. نشوف نحن بالمجتمع بعض الشعراء جاءوا من يعني من بيئة شعرية، الوالد، الوالدة، يعني الجد. أنا أمي ليست بشاعرة ولكنها ربما يعني كانت هي الجزء الأكبر من قصائدي. يعني هي ألهمتك تكتبي؟ ألهمتني وعلمتني القيم. إذا بدي أرجع للديوان وبدي أطلب منك تقري لنا قصيدة،
أي قصيدة بتختاري؟ أكثر قصيدة قريبة لقلبك بدي تبلشي فيها؟ كلهم قراب. في عندي أنثى فاشلة قصيدة حبيتها، في عن بيروت وجميلة. نعم. مين عنا أغلى من بيروت نحكي عنها؟ فبتقول بيروت جميلة، بيروت جميلة، رأيت مراكبها تعانق الشفق بأذرعة وفيرة، رأيت قمرها صبحا، رأيت الأجيال تشب على مقاعد الفخر تحصيلا، رأيت الأشرعة ترتل وثغر العباب قرآنا وإنجيلا، رأيت الرزق أسماكا، رأيت الرزق أسماكا يطفو على وجنة ماء وفرا رغيدا، رأيت المطابع زاخرة تتوشح بمحابر تمجيدا، بيروت جميلة. غلاف الكتاب اللي بين إيديك مين صممه؟ نعم، الغلاف صممته الصبية الشابة نادين صعب. نعم. هو أول يعني باكورة إنتاجاتها بهيدا المجال، وأنا بتشكرها، وهون كمان بتشكر دكتور ربيعة كمال الدين، أستاذ زهير ضو، لأنهم هني كمان كان لهم أثر بدعم هذا الأمر الأدبي أو هذا العمل. نعم. على غلاف الكتاب غير عنوان الديوان مكتوب كلمات. نعم. شو هي هاي الكلمات؟ الكلمات شو أصبت فيها؟ نعم، بتقول أنا السمراء، أنا السمراء من قدم وموج البحر يثريني، أنا السمراء من قدم وموج البحر يثريني، أهامس حرف محبرة بشال الحب يأتيني. زعلت منك الشقرة هلا كمان، حكيتي عن السمرة تركت الشقرة. ولا أنا شرقية الجذور. نعم. نعم. إذا بدي أحكي عن المرأة بشكل عام وقديه خصصتي لها حيز كتير كبير بهيدا الديوان، يعني حكيتي عن المرأة بكل تفاصيلها، حكيتي عن الأنثى والأنثى الفاشلة. نعم. بقصيدتي. ليش حبيتي تضوي على هذه النقطة؟ وين مكمن الفشل عند المرأة بهالقصيدة؟ أولاً الأنثى المرأة ليست بفاشلة ما دامت امرأة، ما دامت امرأة، والأنثى الفاشلة هي التي ترضي المجتمع ولا ترضي ذاتها. باختصار شديد. نعم. وكتبت قصيدة طويلة بهذا الشأن، ولكن سأختار مقطع صغير. أيتها المراهقة الطفلة، صبية المد، أيتها المطيعة رغم رفض، الهادئة رغم صخب، العالمة رغم صمت، الواهبة رغم جذب، لما أهملت رسائل الياسمين؟ لما كتبت الحب شعرا وإياه تتناسين؟ لما زرعت القمح عمدا وسنابل لا تحصدين؟ والعمر أبقيته خطوطا بلا تلوين. نعم. بدي عايزك تعطيني الكتاب لو سمحت، بركي نقدر نفرجي الغلاف على الهواء. خبريني اكثر عن قد ايه اليوم قدرتي من خلال هذا الكتاب تقلبي المقاييس، تحرري المراه من القيود بالمقلب الاخير. في المقلب الاخير. نعم. المقلب الأخير هو الرؤية الأخرى المختلفة للأمور يعني. نعم. وعلى المرأة أن تتغير، يعني هي تتغير عندما بس حصلت العلم، تتغير وانخرطت بالمجتمع. دائماً المجتمع هو الكفيل بالتغيير. نعم. ولكن كتاباتي هي تصقل هذا التغيير. يعني النساء بشكل عام، هذا الديوان لك شكراً، النساء بشكل عام اليوم فشلتي لهم خلقهم بمحل معين، عبرتي عن كل المشاكل يلي يمكن بمحل معين في كثير نساء مش قادرين يحكوا عنها، وبمحل ثاني انت اليوم ضويتي على جرح معين عند المرأة اللي عم تنزف، اللي عم بتعاني حتى تطلع من كافة هيدي الصراعات وتتحرر. هيدا التحرر بهيدا الكتاب لوين رح يوديك فيما بعد؟ إلى تحرر آخر؟ لا فرح، لأنه دائما الحرية بتحمل الفرح، جناح الحرية بيحمل الانتقال إلى أفق آخر وإلى فرح.
هيدا الفرح كيف رح تترجميه؟ هل رح يترجم بكتاب شعري جديد؟ ما بعرف باسلوب نثري؟ رح تتوجهي رح تضلك ضمن هذا النطاق ضمن نطاق القصيده الشعريه ولا رح تكتبي اسلوب نثر او يمكن قصه ترجعي تحكيها على طريقتك وتضمنيها قصائد معينه؟ نعم طبعا هو الديوان الاول وان شاء الله بعد حين يعني في روايه كمان جميلة تتناول جوانب أخرى من الحياة من حياة يتشارك فيها الرجل مع المرأة. نعم. شو رح تحمل عنوان؟ 45. حلو كتير. نعم. ليه 45؟ هيدا السر. هي المفاجأة. نعم. طيب. 45 هي عمر الفتاة التي تكتب. نعم. وعلاقتها بالرجل. وعلاقتها بالرجل وبالحياة. عظيم. لكن لأن لن نضج رؤية أخرى بالحياة. نعم. كل التوفيق لإليك ناطرين هذا الإصدار قريبا. نعم. بدي أختم معك بقصيدة. أهلا وسهلا فيك. نعم. الشاعرة سناء شجاع مجازة باللغة العربية وأديبة وألف مبروك ديوانك الأول الشعري. شكرا. غجرية على شفة قصيدة. الختام. نعم. معك بقصيدة. نعم. شعرية. لا تكتبي بعد حبة. لا تكتبي بعد حبا بل اكتبي عني أنا. لا تكتبي بعد حبا بل اكتبي عني أنا واغمسي الكفة وريدا واغمسي الكفة وريدا في خواب من سنة فمذ يناعة أنا كنت حلو الدن والغنى ومن نبيذ راحتي صدح الكأس مرنمة. شكرا. نروح لبريك ونرجع.